السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي الكرام متابعي قناة حمزة تيك. اليوم في فيديو انطباعي جديد حول اللعبة الغنية عن التعريف فور هونر، والتي بنفسي أرشحها لتكون لعبة السنة نظرا لكونها طورت وحسنت مستوى الألعاب الإلكترونية كثيرا وحققت ثروة في مجال الجيمنج والجرافيك، حيث أن شركة يوبيسوفت هي الشركة المطورة للعبة وقد قامت بإصدارها تحديدا في 14 فبراير من الشهر الماضي. واللعبة متوفرة على كل من بلايستيشن 4 والإكس بوكس 1 والحاسب الشخصي، واللعبة صراحة أذهلتني كثيرا يعني في مستوى آخر. وتدور قصة اللعبة حول ثلاثة قبائل منقسمة إلى الساموراي والفايكينج والفرسان، وبدأت قصة قتال هذه القبائل عند حدوث كارثة بالأرض أدت إلى جفاف وانهيار كل شيء، مما سبب بينهم عداوة بسبب قتالهم على الأراضي لاحتلالها للحصول على الموارد وكل شيء يجدونه، مما أدت إلى تقاتل وتصادم هذه القبائل على مدى آلاف السنين. فعند بداية اللعبة الرهيبة يجب أن تختار اللاعب الذي تفضل اللعب به، أو بالأحرى المحارب الذي ستحارب به، مع اختيار شعارك والأسلحة التي تحتاجها في قتالك، مع تطويرات للعب والأسلحة والجيش مع مرور المستويات وصعوبتها، وثم تبدأ رحلتك في القتال والمحاربة من أجل قتل أعدائك ومساعدة جيشك على الفوز رغم صعوبة المهمة نظرا إلى صعوبة اللعب والمنافس، بداية بقيادتك لجيشك الصغير وقتالك معهم، حيث تشعر بالإثارة والرهبة من تلك القتالات. والأبرز ما في الأمر أن لكل جيش تقاتله يكون هناك قائد قوي له وتقريبا بنفس أو مقارب لمستوى المحارب الذي تلعب به، مما يتحتم عليك القضاء عليه بخبرتك أو بمساعدة من جنودك كذلك. وما أعجبني في لعبة فور هونر هو المقاتلة الفردية، حيث تلاحظ أن المحارب الذي تقاتل به يكون خاضعا تماما لك للقيام بأي حركة قتالية تجاه العدو المنافس. وكذلك نقطة تحسب للشركة المطورة وهو الجرافيك العالي والخرافي للعبة كما ترون في الفيديو، جد رهيب ومميز يعني يشعرك كأنك تحارب في الواقع، مما يجعلك تشعر بقيمة لعبة فور هونر ومدى قيمتها والمستوى الراقي من الجرافيك والكنترول، وتشعر بمدى التطور التي وصلت له اللعبة في مجال محاكاة الواقع. وكذلك المحارب عند أي مبارزة أو قتال تشعر كأنه يتلقى الضربات والحركات القتالية بواقعية كبيرة من خدوش ودم وحتى تحطم الأسلحة وتضرر اللاعب، مما يجعلك مستعدا للدفاع والهجوم بسرعة والتفكير بالهجوم والهروب من ضربات العدو. لكن لاحظت نقطة سلبية لم تعجبني في لعبة فور هونر وهي خاصية اللعب أونلاين، رغم أنها خاصية مميزة تتيح لك اللعب مع أصدقاء وأناس في مختلف أنحاء العالم، إلا أني لاحظت أنك أحيانا تضطر للعب مع لاعبين منافسين ذو مستوى كبير جدا ورهيب وأكثر خبرة منك وأكثر تطورا من جانب الأسلحة والمحارب من جانب الحركات القتالية والأسلحة، مما يجعلك في موقف ضعف ويعجل بسقوط وخسارة لاعبك بسبب الفروقات الكبيرة في مقدار القوة. وبالطبع يمكنك أن تختار أربعة لاعبين أو محاربين من نفس القبيلة ليكونوا في فريقك لتحارب بهم، والأبرز ما في الأمر أن لكل محارب خصائص وقدرات وحركات قتالية خاصة، مما يعطي للعبة ذوقا مميزا وخاص. ولعبة فور هونر تعتبر لعبة قتال ملحمي وحروب من الدرجة الأولى، كون كل قصة اللعبة تتمحور حول الحروب بين القبائل الثلاث، دون إغفال أن اللعبة غيرت الكثير من مفاهيم الألعاب الإلكترونية وارتقت بها إلى مستوى آخر. وهذه النقطة تحسب للشركة المطورة يوبيسوفت، وهي لعبة مفتوحة قليلا وهذه ميزة جيدة، خاصة تجد أن ساحات المعركة تختلف من مهمة إلى مهمة أخرى، حيث ستجد نفسك تقاتل في البر وفي الجبال وحتى على السفن البحرية والوديان والغابات. وهناك ملاحظة مميزة حول اللعبة وهي الكنترول الكبير والكلي للاعب في محاربه، حيث صراحة التحكم مرة روعة ومحاربك يكون قادرا تماما على قتل المنافس بأي طريقة تريدها حسب الحركات القتالية، وكذلك يمكنه حتى رمي العدو المنافس من أعلى الأماكن أو سحبه، كأن اللعبة واقعية جدا من ناحية المحاكاة. والآن أترككم مع إحدى تريلر اللعبة لتعرفوا وتفهموا قصة ومحتوى اللعبة الرائعة جدا أكثر. There were no signs. It came without warning. Thank you.
to us all. The desperate few struggled to survive. Desperation and trust are seldom allies. So began a millennium of conflict. A thousand years of war. The greatest warriors the world has ever known. The reason they fight, lost to the ages. And yet, here they still stand, searching for a sign of peace. I will show them. I am Apollyon. في الأخير أتمنى أن أكون وفقت في انطباعي اليوم حول اللعبة المميزة والرهيبة فار هانر، والتي تستحق مكانتها ضمن أفضل ألعاب الموسم نظرا للتطور والجرافيك والكاريزما العالية التي تقدمها للاعب. ولا تنسوا الاشتراك في قناتنا وعمل لايك إذا عجبكم الفيديو، ونلتقي في الفيديو الجديد إن شاء الله.